ريحه ايه دي؟ دي ريحه الفسيخ. اقولك سيبك من الفسيخ، خش على الملوحه مربى. موسم ولازم ناكل فسيخ. تكتروش في الفسيخ وحاجات دي قوي، بس كتروا البصل، البصل الاخضر ده مفيد للصحه. حلو قوي، بس هو ريحته شويه هي اللي مشكله. زحمه موت زي ما انت شايفه كده. اشتريته السنه اللي فاتت كان ب 70 75، السنه دي ب 90 و95. هي اسعاره هي زي ما هي. المصريين لازم في اقبال، لان ده موسم وهو مره واحده في السنه، فلازم نجيب حاجه نظيفه وحاجه مضمونه وحاجه كمان من اماكن يعني واثقين فيها وفي نظافتها. ده موسم كل الناس لازم هتجيب الحاجات دي، مفيش حاجه داله في شم النسيم. الفسيخ كان السنه اللي فاتت ب 92، السنه دي بقى ب 95، والرنجة كانت ب 38 و35، السنه دي بقى ب 40. طبعا يا فندم لازم ننظفه على حسب رغبه الزبون. يعني احنا عندنا منظمين المكان وعاملين حساباتنا ومنظمينها زي كل سنه، يعني الموضوع مش جديد علينا. يعني هو اقل من السنه اللي فاتت شويه، بس يعني الحمد لله. يعني هي معظم الناس اللي هي بتبقى ليله شم نسيم اللي هي يوم الاحد، يعني دوت ده اكتر يوم بيبقى فيه ضغط، لكن شم نسيم بقى اللي ناسي حاجة بقى ويجي يفتكرها. ادي يعني من زمان من صغرنا واحنا بنيجي المحل وكده اهوت، فتعلمنا واحنا معانا الباسكت بتاعنا، وكل يوم كل يعني في كل وقت مثلا كل ساعة او حاجة زي كده بننظف، وزي ما شفت عربية الزبالة بتيجي بتلم الزبالة كده. بقى موسم السنة دي يعني تعبان عن الموسم اللي فات، عادي بقى عشان ارتفاع الأسعار برضك. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانتي طيبة يعني. كل سنة وانتي طيبة. هذا البرنامج برعاية